كحلت الكمارة، ولكن حطها لك باش يشوفوا جوج وحده ما غدا ما جايه. سيلو بيك غادي تعرف بان السريعه تتكذب عليكم، ولكن السريعه ما تقدريش تكذبي على يوسف الزروالي حيت انا صماتك. اذا غدا ان شاء الله غادي نهضروا عاوتاني على السريعه اللي عندها جوج بنيتات وتتكذب وشي حوايج اللي نجبدو لكم بلا كارت ناسيونال ديالها بالتاريخ الزياد بكلشي. هضري هضري يا البتي بانا دايره حاله. شفتوا الفيديو اللي حطينا البارح؟ اليوم غادي نحط لكم حقائق اخرى. انتي كسوله وغير مولات ودينات وما عارفاش سبنتي الزواج الاول فشلتي فيه وفشلتي في الزواج الثاني وغادي تفشلي في الزواج الثالث. يلا نوضي تشلي، نتحداك انك ما تزوجتي جوج مرات وسداري بوكريشه هو الثالث. والراجل اللي نصبتي عليه من هولندا اللي كان تيصيفط لك ومني تلاقيتي بوكريشه قلبتي عليه وبلوكيتيه. انا غادي نجيبك دلائل اللي غادي تصدمكم. انا نوضي ماينا قلوشه قلبي على التفاحه دبتك شكون راه ماشي انا. واش بغيتي تلصقوا فيا التفاح؟ سيري قلبي على شكون التفاحه بنتك وشرط على البلدين بغيت تزوجها قلوش انا انا شرب الحاجه ديال الموت. الله ينعل امك الوالدين يا بنت الحرام يا بنت الحرام يا مقطره. شحال عطيتي الفلوس لامك تخليتك تتسعاي يا المسيحيه هي اللي لقاو فطرو ديال الزبل واحد النصارى وداوك للطريان داروا فيك خير حتى تولينا باك ولا امك صافي. انا قلت لك هذيك الولاد اللي عندك سير انا نخلص لاديين اقسم بالله حتى انا نخلص لاديين ولا كانوا ولادك نعطيك انا اللي بغيتي. ودي يقول لي مسامح كريم ولا كلنا فلان فلان صلينا على انت والمسامح كريم ديالك. انا جيت زعطوا في هاد الشارفه فين ما كان شي شارفه مزعوط فيا ما زعرف انا علاش اخوتي علاش شوفي شوفي الحاجه العام اكثر شي في الحاجه حاجه وحده الى الا بجوجكم تعاشقتوا كاينه داك عشق النساء راه من الحب ما قتل. كيفاش انت يا صوفيا تتصرفي على مالكه؟ امك سبيتك امك وتسب النساء بالعاهرات وتسب الناس بالخليقه ديالهم فانا اقول لك بان امك ماشي مراه مغربيه ولكن الام ديالك تنقولها تشارك معك في النصب والاحتيال هذيك خاصها ترجم تتموت تشارك معك في النصب والاحتيال هذيك خاصها ترجم تتموت حمقى. واش هوتي بالمغاربه وغدا عاوتاني طلعي خواتي تاع المغربيات خوتي المغاربه زرواني زرواني حبيبي راه جرحتيني وقالت لي هذيك النهاريات منين جرحتيني ما كنتش متوقعة منك كانت تقول شحال من الحب متبادل الحب ما ماشي متبادل الحب عندك انت يا تنعسي بيا وتفيقي بيا ودي يا خديجه وعلى الكاذبين في اي إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ورمضان كريم بالصحة والسلامة وطول العمر وباش مجمتون إن شاء الله خير لكم ولوليداتكم. إذن كان هذا مطلع ولا مقدمة فقط باش نفكروا الحاج الخيار أهلا وسهلا ومرحبا نفكروه ببعض الممارسات أقول بعض الممارسات الخطيرة التي كان يقوم بها ضد المرأة وضد البشرية بصفة عامة. تحياتي لكم كاملين. الله يحفظك خويا هشام بروكسل أروع. واش غلبكم رمضان ولا غلبتوه؟ ما نعرف. الله
الحاج الخياري دريس الفرشاة فين هاد الغبور ويلي وانا غبرت شحال شي نهار واقيلا ما عرف نهار ولا يومين اتوحشتكم داكشي علاش جيت قلنا زعما الزروالي غيمشي للعمره غيدير عقلو غيدخل سوق راسو ساعه بان لي السيد مازال زايد فيه لهذا قلنا ندير واحد اللايف نتكلموا فيه على الحاج الخياري وعلى نساب نعيمة البدوية وفين وصل المشكل ما بين عروستهم ما عرفتش باش نبداو واش نبداو بالحاج الخياري ولا نبداو بالسي الطيبي الجمالك السعودية القوة عند الخيار واحد الفيديو قبل صيفطوا لي الإخوان تحية للأم ديال الزروالي قلت لك ولدي ملي غيموت غيغسلوه الملائكة شفتوا هذا الفيديو هذا شكون اللي شافوه الصبعو زعما امي مشي منيتك لا جا نشوف مدام ارشيف قلت لك ولدي ملي غيموت غادي قال لك حاشا واش غادي يغسلوه الناس قلت لك غيغسلوه الملائكه هو محطو نحاول واخا ما كنتش بغيت نهضر عليه ولكن مزيان لان وصل الى علمي انه دار وكاله الام ديالو بخصوص انها تدير شكايات باسمه وكانوا استمعوا لها الضابطة القضائية قبل ما تمشي للحج ببضعة أيام استمعوا لها بخصوص شكاية دارتها باسم الابن ديالها ضد واحد الجمعية قال لك السيدي حكا والواد ديك الجمعية دعات الزروالي ياك ناد الزروالي دعا ديك الجمعية قال لهم علاش دعيتوني وباش دعاها بالاسم ديال امو لان امو داير ليها وكاله ايوا دابا انت السي الزروالي درتي وكاله للام ديالك مزيان درتي وكاله للام ديالك ولكن درتي وكاله للام ديالك واش باش دير شكايات بعباد الله ولا باش تعاقب في بلاصتك بخصوص الشكايات اللي دايرين بك عباد الله عمره هي عمره ماشي حاجه وعمره نورمال مول عمره كيمشي باش يعمر باش يصلي ويعتكف ويعبد الله ماشي باش يمشي تعاطى مع عباد الله تعاطى مع العيالات يصور لنا الفلوقات ما علينا شنشوفوا الام ديالو قالت واحد الكلام مع احتراماتي للام ديالو طبعا الام ديالو ما عرفوش كاذب عليها ولا ما كتشوفش هادشي اللي واقع في السوشيال ميديا ولا داير ليها غسيل الدماغ ولا ما عرفش ساليحه وعليكم السلام غادي يجبروا غير تدخل الجنه لا تموت انت راه حاشا واش غادي يغسلوك الملائكه قالت له النهار اللي تموت انت حاشا واش يغسلوك زعما واش يغسلوك الناس قالت له غيغسلوك الملائكه الجنة لا تموت ترى حاشا واش غادي يغسلوك الملائكة غادي يجبروا غير تدخل الجنة والمد الجنة والريح وانا قلت لك علاش امي هذا هو السؤال علاش امي علاش ولدك يا خويا السيمو تركيا ويعطيه السيمو غزال كيعجبني السيمو بينيلوف شبان لك فهادشي اخي السيمو تركيا قالت لك الام الحنون قالت لك النهار اللي غيموت ولدها غيغسلوه الملائكه اسمع اسمع الجنه لا تموت انت راه حاشا واش غادي يغسلوك الملائكه غادي يجبروا غير تدخل الجنه والمد الجنه والريح وانا فقلت لك واش غتقول
علاش مهمتي؟ داك علاش مؤمن؟ لا لا مؤمن، لا تبارك الله مؤمن، هو آية قرآنية ما حافظهاش. آية قرآنية ما حافظهاش، مؤمن تبارك الله. لا لا مؤمن، مؤمن ومؤمن بزاف، ماشي حيت ولدي ربي شاهد. لا ما تشهديش الزور امي، تمشي تقول لنا كلمه الحق. لا شهد الزور، لا تمشي تقول لنا كلمه الحق. لا تبارك الله، كيبغي الناس وهو بغى يصيفط كل شيء للحبس، ما خلى حتى عائله على خاطرها. ولدك امي تي راه مسمين عليه مشتت الاسار، وفي خبرك بانه مسمين عليه مشتت الاسار. ما تطلبش بنادم يكون ما عندوش، ما تطلبش بنادم يكون لا والو، هو كيشفط الفلوس ديال الفقراء، الاحلام ديال الفقراء، الاحلام ديال البؤساء، كيشفط فلوس المحسنين. هادشي مسكين اللي كيدير هو صافي، قال لك ما لقاوش ما يغسلوا فيه الجوع ولا لا القلب ديالك بيض وبيض حرير. لا مسكين هو بيض حرير، هو كيعطي العيالات الصليه في ما كانت شي مرا كيخرج يتعاطى معها. لا لا ولدك حنين الصراحه، هي ما عمري شفت شي واحد بحال. لا حنين، هو كيتهجم على عباد الله وكيضرب عباد الله. ولدك راه كان متابع بتهمه النصب والاحتيال امي وخيانه الامانه. لا لا ولدك حنين والله، يطولنا في عمرك ويديروا الناس الله يخلينا جميع الامهات. نهار غادي تموت غتغسلك الملائكه، وانا فقلت لك هذا الشيء. نهار غادي تموت غتغسلك الملائكه ودي الزروال والله العظيم، ولا تغسلك الملائكه زعما. واش هذا المهدي المنتظر؟ شوف غزة بلا ليحود ولا شي حاجه ما كتعرفش اولا انت تكتب، غتجلس بالادب ولا سير في حالك صافي. انا امي ما كتبانش في اليوتيوب، وعائلتي ما كتبانش في اليوتيوب، وما كنتاجرش انا بعائلتي في اليوتيوب صافي. امي انا راه جالسه معززه مكرمه، امي حجات شحال هادي، سير تكمش سير ولا غنبلوكيك. الزروالي مشى للعمره، قلنا دير عقلو، النهار الاول انتقدناه مشى بديك القشابه ديال النعاس، دار عقلو مشى شرى قشابه، شرى قشابه كحله ديال الشياطين، جلس دار لايف. قلنا غايدير لايف غايقول لينا مثلا، غايعطينا نصائح ولا غادي يقول لينا مثلا غايقرا القران، اولا غادي يعاود لينا على السيره النبويه، اولا من الاحسن ما يديرش لايف كاع. مثلا انا مشيت للعمره ما غندير لا لايفات، ما غنصور فيديوهات، ما غندير والو، غنمشي للعمره ندير العمره. لكن واش شتو دال حوايج اخرى؟ ما عندناش الوقت بزاف باش ندير لكم لايفات في هذا المكان، حيت هذا المكان وهذا الشيء ما عندوش الوقت باش يدير لكم لايفات في هذا المكان. ولايف داير فيه ساعه ونص، هذا الشيء ما عندوش الوقت. عم الله كون كان عنده الوقت كان خصيصا للعبادة. يوم ملي انت عارف داك المكان خصيصا للعبادة سي الزروالي، علاش دير لنا لايفات؟ قلت كتخرج في عينيك. وإلى ذكر الله سبحانه وتعالى سير تصلي خويا العزيز، خصك تعرف هاد الحاجة. حنا هنا والسيد ما قال لك والو، قال لك سير تصلي. شنو قال لك انت؟ يا الله زيد في السعودية صلينا، انت اللي خصك تمشي تصلي. حنا راه غادي 12 والزيادة ديال الليلة حبيبي، سير انت تصلي وصافي. السيد قال لك سير تصلي، مالك صاحبي تقلقتي ودرتي فيها صاحبي؟ قال لك سير تصلي، ما قال لك شي حاجه هاد العيب. حنا راه صلينا التراويح وصلينا كل شيء، وحنا راه فايتينكم بثلاثه السوايع. سير باين صليتي، صلي بين الصلاه هذيك الدرهم ديال الصلاه تطبع عليك هنا في قوه الصلاه اللي صليتي. اما انا حضرتي الزروالي راه تقدر تمرض اخويا العزيز. انت بنتي لي اللي مرضتي. شتك اليوم ما دايرش الفلتر، الفيديو ما دارش فيه الفلتر، علاش؟ وجه كيبان كحل. انا لحظيتيني وبقيتي تابعني والله اخويا العزيز تخرج هذه تمرض، هذه تمرض صحتك. هذا هو اللي غسلوا الملائكه قال لك. سير اخويا صلي. عرفتي شحال عندنا حنا في الساعه دابا؟ اجي نقول لك شحال عندنا في الساعه. حنا راه عندنا الوحده الاربع، تنتسناو السحور باش نمشيو. الوحده الاربع راك شاد شي قران وقاس كتقرا في القران الكريم، كتغسل الذنوب ديالك. بسم الله. الحمد لله. نقيموا الليله احبيبي العزيز. سير اخويا الله يجزاك، سير الله يشافيك.
وسير قايم الليل مالك فار عندنا راسنا داير لنا لايف بس كتخرج في عينيك وهنا راك واحد المشرشر منك ما كاين الزروالي يا ربي يشافيك ويعافيك. انا ما عنديش اعداء ليك كبيره. تحياتي لكم كاملين. تحياتي خويا السيمو تركيا او يعطيه او قال لك ار جي قال لك سير صلي قيام الليل انت جالس داير لنا اللايفات. مرحبا بكم وحتى الاعداء ديالي اللي هما اعداء. انا ما عنديش اعداء لانني ما تنهتم حتى شي واحد. انت تهتم بالاشغال ديالي وبراسي. كيهتم بالاشغال ديالو زعما هو راه عنده الشركات. عنده الشركات ديال البترول وما مساليش هو عنده الاشغال. وحنا خويا كنشوفوك ما خدام مردام كتعاطى مع العيالات وكتتاجر في البشر في السعايا واللايفات والفيديوهات والضرب في الامن والضرب في الاجهزه والضرب في المحامون والبساله الخاويه والكذوب والنصب والاحتيال. اللي سمع الاشغال ديالي يقول واقيلا الزروالي راه فعلا عنده اشغال. اشغال شاقه اشغال حره موديل ديال الشركه راه داير واحد اللايف حبيب شوف تبارك الله. اتصل بيا مولاي الطيب يدخل معنا واحد المداخله ولكن بلاتي تندخلوا للموضوع ديالو تنساليو مع الزروالي وندخلوا للموضوع ديال الطيب نسولو شي سؤال ولا جوج ونناقشوا الموضوع ديال هروب او الاختفاء او الاختطاف العروسه ديالهم. مجموعه من الامور بغينا نعرفوها ونتوصلوا لها ونناقشوها. والناس اللي تيضروا يوسف مرحبا بكم في هذا اللايف هذا. انا ما عنديش اعداء مع حتى شي واحد. ما عندي عداوه. نتوما اللي عندكم عداوه معايا وانتوما اللي دايريني في بالكم. انا ما تنفكرش فيكم نهائيا. واش نتوما كاينين ولا كاين؟ انت خاصك تجي للمغرب الهراب والهراب راه خاصك تجي يا صاحبي خاصك تجي تخلص. اش من عداوه اش من دينك في بالنا. انت راه مجرم وحنا ما غنتفكوش معاك حتى تاخذ العقاب ديالك. غارتاح والله ما نتفكوا معاك حتى تعاقب. وفين تبان انت؟ رؤساء وطاحوا وزراء وطاحوا برلمانيين وطاحوا. ماشي طاحوا زعما لا تعاقبوا. انت زعما شكون؟ ما ترى رئيس جمعيه ملكيه زعما تفلت والله تتعاقب بالرب. حنا وراك وراك ويز الزمن طويل حتى تاخذ العقاب ديالك. مينيش وضروري انسان ملي تيكون ناجح تيكون عنده اعداء. ناجح هو اللي اخترع كوكاكولا. ناجح هو اللي اختار عادي ما محتاجاش ندير له اشهار ولكن مسكين هو اللي اخترعها وناجح وعنده الاعداء. دابا كيشتي الاعداء ديال بيبسي مع الاعداء ديال كوكا. بغى يخطفوا ليه ولادو بغى يخطفوا ليه بناتو. مسكين عنده اعداء. فهذا اذا لم تجد حسن صوفيا 123 جون بوس تحياتي خاصه سميه المانيا الله يحفظك. مراد راه البنت حامله وغير الوحم. قول الطيبين على الشيطان واخا حنا ندوزو ان شاء الله دابا ويقول لنا ما يفيد. استاد فعلم انت انسان فاشل فالحمد لله والشكر لله. اختي هدى تحياتي لك. شكون هدى؟ هدى الناشطة. تحية لاختي هدى الناشطة. وي عطيه عطيتكم كلامونيت ولكن نقص التليفون يطيح. عطيونا لي لايك. أول حاجة تنشكر أي واحد كان السبب ديالي باش نجي لهذا المقام لأنني ما كنتش مكتب 11 مكتب 11 والدكتور زهراش. غادي نجي بصراحة الله كنت غادي ندير إفطار الصائم في المغرب. كان غايدير إفطار الصائم في المغرب. قول كنت بغيت تنصب على الناس في المغرب. بحال العام اللي فات. بلاتي بلاتي علاش نمشيو بعيدا نشوفوا العام اللي فات شنو درتي في رمضان ديال العام اللي فات. شنو دار في رمضان ديال العام اللي فات؟ في هذا رمضان بغينا نحنيو الوليدات البنيتات الايتام في 26 وبغينا نشريو الملابس الايتام في العيد الفطر. اذا هذه المبادره تنقول لكم خصكم تعاونوا معايا فيها. هذا هو العام اللي فات قالك المبادره اللي خاصكم تعاونوا معنا فيها. وشنو غيتعاونوا معاك زعما اش غيديروا مثلا؟ غيعطيوك مثلا نفرح اليتامى الصغيورين وغادي نحني لبنيتات الايتام. اليتامى ما زقلهمش البنات الصغار يحني لهم ما زقلهمش. ما زقل حتى شي واحد. كل شيء تاجر فيه كل شيء باع وشرى فيه هذا العام تزقل.
دابا مشى للعمره بغى يجقر تما سعاره ديال اللي دابا الحصار دابا راه عمشي شنو داير هاه رد بالو بغى يقلبها فلوغات ساعه المشاهده عنده ميته. زيد كمل العام اللي فاش شنو كنتي باغي دير عندك تعطيني مالك راه اللي كيدير الاحسان العمومي وكيعطيني مال تورا نصاب عندك الزروه اللي تعطيني مالك اللي والديهم ما عندهمش مساكن نحني لهم وندير لهم رميصه وندير لهم كلشي هذه بغيتكم تعاونوا معايا فيها الله يحفظكم والملابس الايتام الايتام بعد من الايتام راه دقتهم صعيبه عندك تعطيني مالك الزروالي الكسوه ديال اليتيم الناس اللي تيبغيو قالك الزروالي بزاف تيقول بغينا نعاونوا في هذه المبادره ما بغى حتى واحد تعاونوا صاحبي غير بعد منا الله ياخذ فيك الحق طار الصائم الله يحفظكم ها هو الرقم ديال الواتساب غادي نعطي ويلي ويلي غيعطيني مالتو لكم في اول تعليق هو 00 33 7 83 80 32 21 نصاب عطاني مالتو نصاب دوك الفلوس العام الله فين مشاو واش مشاو للماريو ولا مشاو للسبا ولا العام الله فين مشاو صافي هادشي اللي كنتي باغي ديتها دام ولكن الله سبحانه وتعالى دار سبب باش غادي يجي دار سبب الله درك زدرك شي زلافتك علينا الله نقدك نقد دوك الايتام ودوك الاطفال نقدهم منك الله سبحانه وتعالى صيفطك العمره قال الله وعسى تمشي للعمره الله تغسل ذنوبك ساعه بنتي ليا وليدي ما كاين تما لا ذنوب يتغسلوا لا والو ابوك يمكن نصاب مالو ماشي نصاب حنا كاذبين عليه كنقول لكم نصاب وغادي غادي غادي شنو غادي يوقع مشكل وغادي نجي لفرنسا ومن فرنسا غادي نجي للعمره ماشي جيتي لفرنسا مشيتي هربتي هربتي انا والام ديالي أول... الله يخليها لك الام ديالك مسكينه الله يخليها لك دابا راه كما قلت لكم راه داير وكاله الام ديالو والام ديالو دارت شكايه بسميتو شكات بهذيك الجمعيه ديال مكناس اللي شكات بالزروالي دار وكاله لمو مشات شكات بديك الجمعيه علاش شكات بها شكات بها قالت لهم حقها حيت الجمعيه شكات بولدي علاش شكات بولدك شكات بولدك لانه قام باهانه الامن واهانه رجال الامن ونعتهم بمجموعه من الاوصاف فيها السب والشتم والقذف وكاين عت رجل امن كيقول له انت يا سروالك كيقطر بالوسخ وانهال عليهم بالسب والقذف وبث ونشر وقائع كاذبه وهذه جنايه هذه جنحة يعاقب عليها القانون في اطار الفصل 464 من القانون الجنائي امهمتي راه داكشي علاش داروا به شكايه والمهم دابا انت شكيتي بسميت ولدك لانه داير لك وكاله واذا راه وقيلا راه هادشي غيعرضك حتى انت للمساءله حيت انت بما انه عندك وكاله ديال ولدك كيف ما شكيتي بالناس راه الناس عندهم الحق يشكيو بولدك بسميتك انت لانك انت عندك وكاله ردي البال ولدك راه بغي يحطك في واحد الدوامه صعيبه شويه انا كنصحك بحال مهمتي حاجه اللي تيقولوا الزروالي انا ما عنديش مشكل مع حتى شي رجل امن وطني كان عندنا الله يمسخك مشكل ولكن تسامح بيننا اين تسامح مسامح كريم مسامح كريم اها تتشد بنادم تقع عليه بالعصا وتفرشخ في عباد الله وتسب عباد الله وفي الاخر مسامح كريم اي 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 هو على الزروالي ديالكم المشاهدين مسخوط هذا هذا يشد يشرشم الامن ويشرشم الهيئات المنظمه والوظائف المنظمه التي ينظمها القانون ويضرب في العيالات وفي الاخر يقول لك اسمع ليا صافي عا بهذه السهوله عليك شي ثلاثه د المذكرات اخي وقيلا سمعت البارح زادت وحده ولو عليك اربعه قضيه عندك صعيبه ودي المهم اخواتي اخواتي باقي اخواتي اخواتي بسلت يا اخي صح ان شاء الله نقدر بعد شاش قدر انتهاء العمره ديالي ان شاء الله غادي ندخل المغرب هاجي ها هو عندك عندك ما تجيش اتسالي العمره ديالك اجي للمغرب تلقاني انا الاول كنتسناك في المطار الخبر ديال دخولك المغرب انا الاول غنشرو انا غناخذ السبق الصحفي تلقاني في المطار كنتسناك ودير لك استقبال ملكي ماشي بحال الاستقبال اللي داروا لك في السعوديه لا تلقى الاستقبال ديال بصح
داكشي فيه الحليب والتمار وطابي غوج ودقيقيه ونستقبلوك انت رئيس ديال الجمعيه ديالنا، خصنا نحترموك ونقدروك، نديروك استقبال يليق برئيس الجمعيه الملكيه للمغاربه في اوروبا، ونجيب دقيقيه ونجمع كنوز والخزان وماركو خوك جوك، نجيب معايا حتى مولاي الطيب، حتى السي الطيبين نجيبو معاه، وغادي ندير واحد الصدقه، نجي معايا امي نعيمه والله حتى نجيبهم كاملين كبيره ان شاء الله. صدقه ضروري، صدقه على حسابي الصدقه هذيك، ما تهضرش على الصدقه، انا ندير خويا صدقه فعلا تاركه. انت حبيب الله حبيب الرسول، انت غيغسلوك الملائكه كاع تستحق منا، ماشي غير صدقه، حتى غنديروا لك تيمثال في الدخله ديال المكناس، كنعرض عليكم كاملين. وعندك نساني انا هاد الصدقة هادي ان شاء الله، ولكن غادي نرجع لفرنسا باش نقاد الامور ديالي وبزاف ديال الحويجات. شي كيفاش ترجع قديتي الامور ديالك؟ الفاكر ديالي تما وبنيتات ديالي عاد يرجعوا تيقراو وهداك الشيء نرتاح. ياك بنات قلتي نهار الاثنين ديال الاثنين ديال اللي فات قلتي دخلوا، اش خربق شي شويه فمرحبا بيا في بلادي. اي واحد يقول بانه الزروالي يضرب في المؤسسات ولا، فالزروالي تدعي مع المؤسسات في اجمل مكان. نحطوا لك الفيديو ديالك عاوتاني كضرب في المؤسسات. الارشيف ديال كامل هو قدامي يا صاحبي، راه دوزت عليك الدكتوره انا، انت كيفاش ما كتضربش المؤسسات؟ تعال من كتكذب، تعال من كتكذب. كاينه بزاف كاينه، برافو بزاف عليك اخو، برافو يوسف الزروي. اختي هدى تحيه نجات. المهم شفت بزاف ديال الحوايج، هو الناس فرحانين ليا في هذا المقام، حيت العام اللي فات كنا تنديروا افطار الصائم في كل رمضان. قلتي هذا العام الافطار الصائم يا وليدي، الا افطار الصائم انت كتفطر 20 الناس وكتكتب لينا في الفيديو افطار 200 الناس، انت ما كتعرفي كدير مالك. هذه المره ما تنشوف حتى شي واحد تيدير شي افطار الصائم ولا ايوا الحمد لله ملي اعترفتي، يا كانت بعدا كنتي كدير الرياء، دابا ماشي حتى واحد كيدير افطار الصائم. ايوا الحمد لله ملي اعترفتي، الحمد لله يا ربي خرجت من فمو كلمة حق. إيوا الحمد لله ماشي تا واحد كيدير الإفطار الصائم. عرفتي علاش ماشي تا واحد؟ لأن الناس كيديروا إفطار الصائم كثار منك نتايا، كيفطروا بالآلاف ومئات الآلاف كيفطروا الناس، ولكن مكيصوروش داك الشيء في سبيل الله. انت بيضة مسلوقة خامجة كتصورها لينا وكتقول لينا افطار 200 صائم. الله يمسخك الله يمسخك. شي واحد يعاون الناس ولا شي كيعاونوا الناس في الخفاء، جاب الله كتعترف بعدا كتعترف. ايوا خويا على سلامتك منين عرفتيها. شي واحد تيفرح اليتامى، هذوك اللي كيفرحوا اليتامى ما كيصوروا لا فيديوهات لا والو، كيفرحوا اليتامى في الخفاء، هادوك هما اللي دازالهم الصدقه. ما انت يا نصاب صاحبي، انت تاجر في البشر، انت كتاجر في عباد الله، الله ياخذ فيك الحق. شكون كلكم تتسعوا على راسكم؟ كي شي ساعه قد داكش كيدير تهضروا على الناس اللي تيختلفوا مع يوسف الزروالي. شكون كيختلف معاك انت هو رئيس الحكومه سيريال مقلق. ولكن سواء تفاهم مع المكتب 11 خويا العزيز، باش دخلك انت في مكتب 11، انت اش دخلك في مكتب 11؟ باقي راه خويا تصلي على رسول الله، سي انت تصلي على رسول مكتب 11، مكتب 11 حنا راه سالينا الله يسامح علينا. لا ما كاينش الله يسامح، انت حمق صاحبك هذا ودحومتك كذاب السي معاه تقول له الله يسامح، يقول لك الله يسامح، انت راه هذه راه مؤسسه منظمه شريف، شمن الله يسامح؟ ايوا صافي غيولي من هب ودب يمشي يبقى يضرب في المؤسسات وفي الاخر يقول لهم الله يسامح. هاي هاي طلقنا دغيا، بغينا ندوزو السي الطيبي طلقنا صاحبي، ندعي مع المكتب 11 والله يسهل عليهم، الله يهديهم ويرد بهم ويرد بيا ويهدينا كاملين. طلقنا طلقنا سير اختي، هادي راه واحد اللايف ديال الناس اللي هما زوونين، هو كيتعاطى مع العيالات. انت سير اختي اللايفات ديال السبان والتعراق والنميمه راه هما في الجهه الاخرى. هو كيحشي الهضره كيقول لك اللايفات ديال السبان وديال النميمه، وانت دابا شنو جالس كدير؟ سير اختي الله يرضي عليك دوريميا يا الله هو عطا هاد الشيء ما كيتعاطاش خويا. الضحكة ديال الشياطين كديرها حتى تما في بيت الرسول.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ناقص حياتي لك، وهاد جات تشوف أختي ري فيا. أنا ناقص حياتي لك، وهاد جات تشوف أختي ري فيا. غادي تتشوفي، حنا تنتسناو السحور. خويا أيوب تحياتي لك، تنتسناو السحور. واحد خيتي عرقات حريرة بلا الزروالي. سيري شربي والماس تقرعي. شو الهضره كي هذا شو؟ واحد خيتي بلا الزروالي سيري شربي والماس تقرعي. يا لا بشار كي داير. شتي في العمرة بصح انت في العمرة. في العمرة وباقى فيك الدودة كتعاطى مع العيالات. سيري شربي والماس تقرعي. ماشي مالك الزروالي مالك مالك صاحبي. الله يبارك الله يعطيك معاه شنو. وتحياتي لكم المتابعين. الله يخليه سلام. راه المدينة شي هنا هذيك هي الساحة ديال المدينة. وقهرتينا ديما كتولي لنا لوطير كيطلع للساحة وصافي الزروالي صافي. يعني دابا 5 دقائق. لا جوج جوج دقائق على رجلينا. وصافي. الزروالي قلبي بيضلع في داك. الله يحفظك أختي العزيزة. عرفناك ساكن حدا الجامع صافي الزروالي. الوالدة مسكينة ناعسة. راه المدينة. شنا الزروالي شنا المدينة شنا لوطيل صافي زيد كمل عطينا ما يفيد بغينا ندوزو للسي الطيبي عطينا ما يفيد شنا لوطيل هذيك هي الساحة ديال صافي صافي لوطيل ميم با 5 دقائق لا جوج جوج دقائق على رجلينا. ويلي مشكلة الزروالي قلب البيض الله يحفظك الله يحفظك اختي العزيزة. كاينة خويا الزروالي مصداقية اكيد المصداقية ولكن بقى فيا اليوتيوب الشطافي. تاش داكشي يوتيوب تاش غادي للعمره دير العمره ولا غادي تتبع اليوتيوب الزروالي يوتيوب خلي لينا حنا صاحبي انت راه في العمره صاحبي جمال شيء تشوف انت راسك والنواره. قال لك هو النواره واش النواره زعما النواره ولا كيفاش زعما تتفيق على صحابك حاشا ولله انا التراب ديال الرجال ولكن راه بلا الزروالي ما كاينش يوتيوب. كيفاش بلا الزروالي ما كاينش اليوتيوب؟ كيفاش بلا الزروالي ما كاين؟ هو السي الطيبي ومي الطو ومي نعيمة محيحين في اليوتيوب. اليوتيوب مبلبلة هالسريعة يسرى أبو كريشة عيشة لوبالا سعيد ولد مي نعيمة روينا كاينة في اليوتيوب زعما ما كاينش انت صافي اليوتيوب طفى. شي بلا زروالي ما كاينش يوتيوب. بلا زروالي ما كاينش يوتيوب قال لي. واش غادي تغادي للعمره ولا غادي تتعاطى مع عباد الله ولا غادي دابا انت غادي تال تما باش تقول لينا راه بلا زروالي ما كاينش اليوتيوب. مال هذا اخوتي مال راه بغيتي ولا كرهتي وهذه الحقيقه خصكم تقبلوا. مطبخ نوار قلت لك لا عمره لا والله ما عرفتش اختي العمره كي دايره ديال هذه السيده كتوحشت خلويد في اليوتيوب. كون كان دابا ناري وكنمشى عند نساب الطيبي ما هو ما كيحملوش ويلي 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 غيجبدونا شنو شي يقولوا لها. قبلوها خصكم تقبلوها وتدخلوها لراسكم منشط الحفلات والمموال. منشط سير الحاج الخيار يسير سير الخبو خيارك تنصحكم تجيو المريض كينسان نمشي عطيونا لي لايك ديالك عمره مقبوله خويا مراد بوعسريه تحياتي ليك. تحياتي لكم الله يهديهم الجميع اللهم امين. بنادم انسان مريض انسان مريض ولا ما هضرش على الزروالي تيبقى مريض ولكن انا دائما كاين. لا انت كاين لا كاين وخاصك تجي الهراب خاصك تجي تعاقب احنا نهضروا عليك حتى تعاقب حتى تاخذ العقاب ديالك. قال لك ارادوا ان يطيحوا الزروالي فزادوا زاده قوة على قوة. شكون قال هذا شكون قال هذا البيت الشعري هذا؟ ذكروني بالشاعر اللي قال هذا واش أبو نواس؟ قالك أرادوا أن يطيحوا الزروالي فزاده قوة على قوة في مدينة المنورة. في مدينة المنورة في كل الخيارة. تنصحكم تجيو أخوتي لهذه البلاصة الزروالي الحاج جديد. الزروالي منصور بإذن الله الله يحفظك خليهم ربي كبير أكيد.
مشيتي تحرر فلسطين. انا فرحان بالمتابعين، ولكن المحتوى اللي جاي ان شاء الله غادي يكون محتوى شي حاجه طوب. وعم الله شنو غيدير لنا في المحتوى الزروالي؟ تخيلوا معايا الزروالي كيدير المحتوى. نهو الا ما عندكش 300 في الساعه متنبي 300 في الساعه ما غاديش تقدر تشدني. 300 في الساعه ما يقدرش يشدك. 300 في الساعه وطياره، واش طياره ولا خياره؟ تكون انت بزيد 300 في الساعه. 300 في الساعه اللي كيمشي ب 300 في الساعه الطياره ماشي الخياره. ابصخ بدر بدر تحياتي ليك بدر هاري. انا ما عارف شنو وقع خويا في اليوتيوب، ولكن كل واحد يخلص هاد الشيء. ما عارف شنو وقع في اليوتيوب. بس الله في هاد الساعه هذه، انا هاد الساعه قال لك من صام رمضانا بالايمان رمضانا حق هذيك الناريات باش دخلنا الحاج. الايه القرانيه اللي قال الكلام اللي قلت انا راه صحيح. صيفط لنا واحد السيد يعلم جيدا في الفقه والدين، صيفط لنا هذا الاوديو هذا. كريم اولا السلام عليكم اخي الكريم، اولا رمضان مبارك كريم علينا وعليك وعلى الامه الاسلاميه جميعا. وقبل ما ندخل في صلب الموضوع يعني نحب نقدم لك راسي انا الاب ديال ارواري، وبما انها ما يمكنش تسمع صوتها ابرصتني من البارح. قلت لك شي واحد تما عندك داير شي مداخله غلطه، ويعني خصوص الامر كيتعلق بكتاب الله القران الكريم اللي هو تاج فوق راسنا، وما يمكنش نشوف قرات ندوز ويعني ندوز ونمر مرور الكرام، مع العلم انك انت على صواب ونطقتها كما ينبغي. وبرافو لي برافو عليك داك الحاج، الله يجازيك بخير داك الحاج، دير واحد المداخله يعني نطق كلمات افواجا بتنوين الفتح، وهذا خطا فادح. قبل غادي نعرفكم باحكام التنوين والتي من فضلها الاظهار والاخفاء والادغام والاقلاب. اذا في كلمه افواجا تنطق بالف ممدوده وليست افواجا كما القهوه، وغادي نسميه مصدر عوض والف ماديه لانها في حاله وقف. وشكرا جزيلا وتبارك الله ما شاء الله عليك، تحياتي لك. شكرا الله يحفظك. اذا افواجا ماشي افواجا، هادي غير فقط بين قوسين وصافي. كمل الزروالي تعطلنا كمل. ونوى شي حوايج زوينين بالصلاه وبالعباده وبالاستغفار وبقيام الليل، راه ربي تيحقق كي تيخرج رمضان تيحقق تيعطيك واحد المفاجاه. شي لا صمتي رمضان بالصلاه والذكر وبالعباده الله سبحانه وتعالى تيعطيك واحد الحاجه زوينه. وسير صلي وعبد الله وخلي عليك اليوتيوب وخلي عليك التعاطى مع عباد الله صاحبي باش يقبل لك الله. سير صح سير، ولا غتلقى شي مفاجاه خايبه ما تعجبكش ملي غيفوت رمضان. اسمع لخوك شريم عندي شريم عندي فعلا انا كنت نصلي ونقطع نصلي ونقطع، ولكن راه ملي تتصلي وتتحافظ على الصلوات ديالك تتحس براحه الايمان، لانه احسن شيء هو ذكر الله. ذكر الله الا بذكر الله افا بابي افا با افا افا تطمئن القلوب. اللي تيقول لك لو ذبيحه لو اهل العيشه لو مولى ابراهيم، هذاك الشيء كله خرافات. الحقيقه هي هذه الارض والناس اللي جوا هذه الارض هما الذين حسوا بالكلام ديالي. الحقيقه هو هذه الارض، هنا في كاين الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشي ملي تدخل عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الضريح ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اقسم بالله العظيم والله تتبكي. اللي تيقول لك لو الذبيحه راه ملي تتصلي وتتحافظ على الصلوات ديالك تتحس براحه الايمان، لانه احسن شيء هو ذكر الله. ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللي تيقول لك لو الذبيحه لو اهل العيشه لو مولى ابراهيم، هذاك الشيء كله خرافات. الحقيقة هي الأرض والناس اللي جوا هاد الأرض هما الذين حسوا بالكلام ديالي. الحقيقة هو هاد الأرض، هنا في كاين الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشي ملي تدخل عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الضريح ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بالله العظيم والله تتبكي، والله تتبكي، كل شيء تيشهق.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكيدق على كيدق على مولين الذبيحة. خي عبدو الشدا كيحشي لك الهضرة أخي عبدو الشريف، هذا واخا تما باقي كيحشي لك الهضرة. كلشي تيشحق، حاجة غريبة. وديما راه شوف، راه اللي ما عندكش باش تجي راه النية أفضل من العمل، راه حتى في المغرب وأي دول كاين الله. وما أجمل عبادة الله والصلاة والذكر والصيام وربي. تحية لنعيم البدوية، أي نعيم البدوية من الكبار ويعطيه. كي داير البدوية لاباس عليك، هضرت معاك القبيلة نسيت. نتمنى هاد العمرة تكون سبب الرجوع إلى الخير ديالي. على انت فين عمرك درتي الخير أصلا باش ترجع لي؟ طلعوا البدوية شوية الفوق، البدوية عزيز عليها العمارية. وسبب رجع إلى الله سبحانه وتعالى اللي بعدنا عليه بزاف. ها كتعترف بأنك بعدتي على الله بزاف. أيوة لا بس ياك ما ظلمناش. ودبا فعطمة يستغل الفرصة ويمشي يدير العمرة ديالو وقاس كيتعاطى مع العيالات. اللي تبعنا طريق ديال الأشرار، ولكن الله سبحانه وتعالى لما تيحبك وتيبغيك تيبغيك ترجع عنده تيدير لك سبب. الله تيدير لك سبب باش تجي. والله دار لك سبب، انت مشيتي للعمره في عطمه السافت من العمره جالس كدير اللايفات وكدير الفلوغات اصاحبي وكتعاطى مع عباد الله. ربي عطاك فرصه فين تتوب الى الله ما استغليتيهاش. فين عنده استغليتيهاش؟ هذا من السبب اللي تيحبك الله سبحانه وتعالى. ومازال تشوف ذنوبي تيخرجوا فيهم. حنا داوينها لي تما ذنوب، تسين انت غسل ذنوبك. راه واحد كان تيسبني وهاديك العائله تسبني، راه خرجات عروسهم هربات لهم. ها وحش الهضره المولاي الطيب، ها انتوما شاد خينا اش كيدير؟ ها هو قال لك خرجات عروسهم. شوف ذنوبي تيخرجوا فيهم. راه واحد كان تيسبني وهاديك العائله تسبني، راه خرجات عروسهم هربات لهم ولا ما عارف. باقي كيتعاطى وباقي شاد النميمه وباقي هادشي. وشوف يا خويا ماكس، واش بدلتي الكونت ولا شنو؟ واش درتي شي كونت جديده ماكس؟ كيتعاطى قال لك عروسهم هربات ليهم باقي كيتعاير. قال لك هذا مشي يدير العمره. شتيرا جاني شي ميساج والله العظيم مازال وحده راه قمشوها وتعداو عليها. مازال وحده قمشوها قال لك تعداو عليها. والله ما كتحشم دابا اش دخل دابا مولاي الطيب الهضره؟ دابا انت في الحج في العمره وباقي كت يا لطيف يا لطيف. واخا مادام انك جبدتي مولاي الطيب ندوزو للسي الطيب. صافي الزروالي ساعتك سالات، سير لك زلافتك نشوف الطيب مالو طالع له الدم. ودير لنا تاج فوق راسهم، دير لنا تاج فوق راسهم. بعض القنوات اللي كيخرجوا يسبونا، لكن انا ما غنسبكمش حيت ماشي من الفاظنا وماشي من مبادئنا. تربيناش هكا ان نخرجوا نسبوا الناس ونضربوا في اعراض الناس وما تنعرفوا والو على دوك الناس. والله اني كنسيدي والله اني كلا لا ما قلت الناس كنهضر معاها ما ردتش فيا. هابطه في الدروس انا عيط لها ما تلفتش لعندي ما شافتنيش. الناس يقول لك رد المراه لراجلها، قول لهم بان هي يا اللي ما بغاش ترجع ناديه مشات تطالب بدارها وبخدها بالتليفون وحنا ما مشوش عند خونا. كيقول لي ولا غادي تكون هي زعما لقات هذا الراجل موجود حنايا باش نديو له الدار وما مشوش حنا عندها. جاوبينا ولا غادي نجاوب؟ دابا اللي ما فاهمش القصه قال لك ملي مشاو عندها للدار، ملي مشات ناديه والصديقه ديالها خديجه، الشرط اللي قالت يسرى قالت لهم نرجع حتى يدير لي داري، يدير لي داري وما يبقاوش يجيو عندي والديه. الا كان هذا الكلام صحيح فهذا الشيء راه صعيب، هذا الشيء صعيب وصعيب جدا. لان الا كنتي بالصحة يسرى قلتي هذا الكلام فراك تحتي بواحد الغلط اللي هو غلط كبير. انت كتوحمي جميع الجوانب. المراه اللي كتوحم خاصها توحم في دارها، هذا اول حاجه توحمي في دارك. ثاني حاجه داك الراجل منين تزوجتي به كنتي عارفه بان المستوى الاجتماعي ديالو لا يسمح له بان يقوم بشراء منزل او على الاقل كراء منزل باش تسكني فيه انت وياه بوحدكم. كنتي عارفه من الاول بانك غتسكني مع شيخك ومع عجوزك ومع لوسك، ماشي بعد مرور 4 شهور
غادي تبدل الآية وتولي كطالبي بأنك تسكني بوحدك. وموتنا راه صبروا صبروا عام عام، انت ما صبرتي لا عام لا عامين، موتنا صبروا 3 سنين 10 سنين 20 عام، عاد داروا ديورهم وعاد استقلوا بحياتهم، انت 4 شهور بغيتي تسكني في دارك بوحدة. هذه الأولى. ثانيا انت اختاريتي والديك مزيان، انا عجبني الحال ملي اختاريتي والديك، ولكن ايضا راه عجبني الحال منين العربي حتى هو اختار والديه، يعني انت اختاريتي والديك والعربي اختار والديه. دابا واحد في الجوج، يا اما غتنعلي الشيطان وترجعي لدارك، يا اما الشرط اللي عطيتي راه مستحيل. ولكن حنا نتصلوا بمولاي الطيب باش نسمعوا منه حتى الروايه ديالهم، من بعد نناقشوا هذا الموضوع وندير واحد التحليل بسيط ونشوفوا شكون اللي غلط وشكون اللي ما غلطش. نحاولوا نتصلوا به نسمعوا منه حتى هو. انا جدار سالينا حنا قالت لك سيدي خصها الدار ديالها بوحدها، وحنا ما نمشيوش. انت لا انت اولا ما صعيب هادي فهموا بان السيده دي ما حنا ما درنا لها والو، جابوها داها وهي اللي عيطت له، قلنا له عيطت له صيفطت له، قلنا له ما قلنا له هذاك الشيء قلتو له؟ لا ما قلت له. انا الصراحه كيعجبوني دوك العيالات اللي كتعطيك في الوجه، ما كتبقاش تخلي داك الشيء عندها لداخل و وتقعد تعبأ وفي الاخر تاخذ قرارات انفرادية او لا قرارات في شكل سري على حسب ما فهمت من الهضره ديالهم. هما قالوا بانه كتهضر مع والديها في التليفون بشكل طريقه سريه، هي ما عندهاش تليفون ولكن عطاوها تليفون، هضرات مع والديها، قال لك صيفطات ليهم اوديو قالت ليهم غادي تجيو ديوني ولا غنلوح راسي من السطح. كان من المفروض سيداتي من خلالك انت اوجه نداء الى جميع السيدات انهم يطالبوا بحقهم بشجاعه وتفرضي الوجود ديالك وسط المنزل ديال الزوج ديالك. شي حاجه ضراتني نقول لهم شوف ضراتني هذه ما عجبتنيش، انا كنت وحم جيبوا لي هذه، انا بغيتكم تشريوا لي تليفون، ماشي نبقى ساكته وانا كن وفي الاخر نمشي. وحشومه هادشي اللي وقع حشومه. الناس في اول نهار في رمضان جا الاب ديالك، على الاقل بعد ملي انت عارفه بان الاب ديالك جاي قولي للعائله بان شوفوا راه جاي الاب ديالي غنمشي معاه غنمشي نبدل الجو لانني عييت كتوحمي مثلا. علاش تكوني مثلا كتوحمي؟ تكوني كتوحمي مثلا ما بقيتيش كتحملي العربي، ما بقيتيش كتحملي تشوفيه، بغيتي تهني منه شويه. ولكن كيفاش كتفسري الشرط ديالك انك باغا تسكني بوحدك وما يبقاوش يجيو عندك والديه؟ اذا ما كتوحميش على العربي، تقدري تكوني كتوحمي على والديه ما بغيتيش تبقاي تشوفي كمالتهم مثلا. الا كان هذا الطرح هذا ممكن تقدري تجلسي مع العربي وقولي له خويا العربي راجلي حبيبي، انت باش كتهضري معاه بالطريقه اللي كتهضري معاه تقولي ليه انا بغيت نسكن بوحدي وتلقاي انت ويا حل. علاش تعيطي على باك وتبرزطي والديك ويجيو على غفله في اول يوم من رمضان ولا قبل يوم واقيلا في رمضان؟ يلا كانوا يمشيو يتقداو وجباك دخل عليهم وداك وكيقولوا لك اجي وما سمعتيش كلام راجلك ومشيتي مع الاب ديالك. يعني هاد التصرفات ما نبغيهاش تكون انا، ماشي انا كشخص، لا انا كنمثل واحد الفئه ديال الناس اللي ما عجبهمش الحال، قال لك ودي التصرف هذا ما عجبناش. ناس اخرين من خلال استطلاع الراي اللي درنا قال لك باها من حقه انه يجي يديها، ياك؟ ولكن واش البنت من حقها انها تشرط الشرط ديال انها تسكن في دار بوحدها والوالدين ديال الزوج ديالها ما يبقاوش يجيو لعندها؟ هذا موضوع مطروح للنقاش، واش من حقها انها تطلب هذا الطلب؟
متنبي لكن واش البنت من حقها واش من حقها دابا حنا كنناقشوا واش من حقها انها تطلب انها تسكن بوحدها بعد مرور 4 أشهر فقط ما هو عام ما هو عامين ما هي جوج ايوا المره اللي كنعرف انا المره اللي كنعرف انا كتعاون راجلها باش كيدير دارو اولا كاين واحد النوع من العيالات اخرين قبل الزواج كتقول لك خويا عندك الدار كتقول لها لا ما عنديش كتقول لك اسمح لي ما غاديش نتزوج بك جوج الانواع لا ثالثه لهما جوج الانواع اللي كاينين كاينه المراه اللي كتقبل عليك وكتعاونك باش كدير دارك ودارها وكاينه المراه اللي ما كتقبلش عليك الشرط الوحيد في الاول كتقول لك خويا عندك الدار لما عندك سمح لي ما نتزوجش بك جوج ديال الانواع اللي كاينين انت في الاول قبلتي على الراجل انه ما عندوش الدار كيبريكولي مره كيخدم مره ما كيخدمش مره هادي كيعرف انت مره راه ملي كتكون الخدمه راه شنو كيخدموا مساكنهم راه با بني كيخدمها في البني ملي كيكون شي بريكول كيدي معاه ولدو كيعاونو دابا ملي بان هاد اليوتيوب كيديروا الفيديوهات انت عارفه هاد الشيء ماشي شي حاجه غريبه عليك يعني كنخصك تعاوني الراجل ديالك وتوقفي معاه في المحنه ديالو وتصبري معاه حتى تدوز هاد المحنة. بالنسبة للعربي العربي عاوتاني خصو يتهلا في مراتو خصو يتهلا في مراتو تليفون من حقها تليفون من حق كل مواطن زوينة هادي تليفون من حق كل مواطن يشري لي هاد التليفون بغات تسكن بوحدها من حقها ولكن تصبر تصبر شوية حيت دابا هاد الناس هاد الناس ديال البدو ديال البوادي ولفوا هاد القضيه ديال ان الابن كيتزوج كيعيش مع بويه كيقول لك الاب كيقول لك انا داك الولد علاش ولدته راه ولدته باش يعاونني ويتعاون معايا والاب كيبغي ولده يجلس حداه ويولد حداه والاب كيبغي يحس براسو بانه ولا جد ويشوف ولاد ولادو دايرين به هادو الناس العربيه عندهم هاد التقاليد وهاد العادات ومن حقك انك تطالبي بمؤسسه ديالك بوحدك ولكن مع الصبر ومع الوقت ماشي 4 شهور ودابا انت قصحتي راسك والاخر قصح راسه فين تتوليو تتوليو في الطلاق تتوليو في الطلاق هذا هو الحل هذا الحل اللي ما نبغيوش لكم نتوما لانك انتي حامله طيب ما كيجاوبش ما عرفش ما مكونيكتيش ما عليناش خليت له القلبي عيط لينا ولا تنديروا مع لقاء كاع بالصوت والصوره بالميكرو ونسولوا على مجموعه من الامور تناقشوا هذا الموضوع بعدا واخا هو موضوع لا يستحق النقاش ولكن فعلا يستحق النقاش لان ما بغيناش عائلات اخرين يوقعوا في نفس المشكل اللي وقعوا فيه هؤلاء حنا كنعرفوا بان خاص المراه خاصها تصبر العربي فيه عيوب ولكن انتيا واش فيك عيوب ولا ما فيكش عيوب هذا هو السؤال المطروح الا كان العربي فيه عيوب فانتي خصك تقبلي على العيوب ديالو ولا كانوا فيك انتيا عيوب فالعربي ايضا خصو يقبل على العيوب ديالك لكن على ما شفنا بانك تواصلتي مع العائله ديالك بشكل سري درتي غلط جبتي الاب ديالك اولا انت ما خصكش تدخلي عائلتك في مشاكل اللي عندها علاقه بيك وبالزوج ديالك كان عليك تجلسي اولا وقبل كل شيء مع الزوج ديالك الا ما خدالكش حقك تجلسي مع الاب ديال الزوج ديالك مع الطيب تجلسي مع شيخك شيخك في مثابه الاب ديالك مادام انك قبلتي تعيشي معاه فأنت تعتبرين ابنة الله وهو يعتبر أبا لك تجلسي معه قولوا لبا طيبي هاشنو دالوا لي واشنو دالوا لي واشنو دالوا لي هاد الناس هادو هادشي اللي واقع راه ما عجبنيش إلا ما خدالكش حقك عاد اتصلي بالأب ديالك قولوا لبا راه هضرت مع راجلي ما سمع ليش وهضرت مع شيخي ما سمع ليش أجي ديني هادي اللي خصها تكون ماشي تجي على غفلة وتصلي بالأب ديالك
وتدخلي في مشكل كبير. دابا المشكل هو غادي وكيكبر. دابا فين هو الحل ديال هذا المشكل؟ فين هو الحل؟ دابا مثلا هما دابا المتتبعين دخلوا لكم مع قالك الطيب داير لايف داير لايف صح. هما دابا دخلوا المتتبعين طرف في الموضوع. دابا هذه أسئلة تطرح. انا نخلي النمره ديالي عيطوا لي واحد 3 ولا 4 الناس باش نختموا الحلقه. واش البنت عندها الحق انها تصل بالاب ديالها هو الاول، ولا عندها الحق، ولا كان عليها انها تكلم مع الزوج ديالها لما لقاش ليها الزوج الحل تنتقل لشيخها، لما لقاش ليها شيخها الحل تنتقل الاب ديالها ديك الساعه باش يجي يديها. انا نخلي الرقم ديالي وعطيوني رايكم في هذا الموضوع. 0 200 12 6 33 87 0 34. اللي بغي يناقش معنا هذا الموضوع هذا بعجالة هاد النمرة ديالي الفوق. ماكس واش انت ديالك هذا ديالك؟ ماكس واش ديالك ولا داخل بشي فوق كونت؟ مولاي الطيب كعيط توكل على مولاي الطيب. صونيت عليك انت معنا في المباشر. راني في اللايف داكشي علاش ما بقيتش كندير ردك هكا عندي اللايف عند العربي. ما فيها باس. دابا حنا طارحين واحد السؤال. نعم حبيبي. تكلمنا قلنا بان العروسه في حاله ما اذا كان عندها مشكل كان خصها في الاول تناقشوا مع الزوج ديالها. الا ما حليهاش المشكل الزوج ديالها تنتقل لك انت شيخها. المتتبع كيسمع دابا. كلشي كيسمعاه. الى ما لقيتيش ليها انت الحل ديك الساعه تنتقل الحل الثالث وهو انها تعيط على باها وتقول له اجي ديني. واش هذا الشيء وقع؟ واش شكات لكم هي شي نهار شي حوايج هي ما عجبيناش ولا لا؟ تفضل. هذا هو السؤال اللي عطيتيني. السؤال اللي عطيتيني خويا المتتبع كله تيعرفو بلا قبل مني انا ان هاد البنت ما عندناش معها غرام ديال مشكل ميليم. لحقاش من نهار السبت انا درت اللايف في القناه الكبيره ديالي ركون شفتو كل شيء وسمعتو كل شيء. أنني قررت حيت قلت لها هضري والناس ما عجبهمش ملي قلت لها هضري. قلت لها ما تبقيش مبكمة هضرة بنتي. الناس كيعطيونا على الأقل جوابي معنا. كل الناس هاد الناس ما دارو لنا والو حيت كيشوفوك ساكتة أن حنا تنتكلمو معنا بحالي حنا قام عينك بحالي حنا حالفين لك ما تهضريش ما تنخليوش تهضري كنحصروك على الهضرة. وهذا الله تيشهد علينا وحنا راه صيام هذا وعواشر. حسبي الله ونعم الوكيل فيا الا كنت كنكذب انا. ولكن الناس اللي كيظلمونا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هاد السيده هادي قررت ديك الليله قلت لها صافي بنتي من اليوم ما غتبانيش. حنا هادشي كلهم حيت عيطوا لي متتبعين بزاف قلنا سي طيب تجنب هاد المشكل هذا خليها ما عطاتش تبان كاع خويا. حنا هاد البنت كنعرفوكم نتوما ديالنا اكثر هاد البنت خليوها اتساع. ما عندنا ما نديرو بهاد البنت اللي غتبقى داير لنا الصداع معاكم في القناه. حيدها من تما من قدامك ما تبقاش تبان كاع. قلت لها من اليوم بنتي ما غتبانيش. وقررنا وصفينا تعشينا ناحضين ناشطين مشاو لبيتهم ما عاون غيعاون. الا غدا في العشيه دخلت قال لي برا غندير لايف. قلت له دير لايف سير ديرو بوحدك. قال لي غدير معايا مراتي. قلت له لا. قال لي علاش؟ قلت له صافي. قلت لك البارح لا لا. قال لي الله يرحمك. قلت له والله ما ديرو معاك وحلفتها قبل الله وهي كتسمع وتخرج تقول لي ضاعت الله يوعى عليك كذبتي. قلت له ممنوع والله ما ديرو معاك. قررت ان ما غتبانش ما غتبانش. جات كترغبني وانا في الكوزينه ما عرفتش كنت نلبس في الكوزينه كتبوس لي يديا وراسي كتعقد لي سيدي المزاوك الا ما خليني انا غنبان. قلت له شوف بنتي انا حسب الله وهادشي كله كيجي لنا غير في المشاكل ما عندنا ما نديرو بهاد المشاكل. خليك في اتساع خليك في اتساع خلينا حنا قادين. حنا هاد القناه قبل ما تجي عندنا انت قادين بقناتنا. قالت لي طو انا غنصور راسي ما غتباني معايا ما والو. انا غنخدم الشغل ديالي بيدي. الا قضيتي ما تخدمي خدمي شي حاجه وما تبينيهاش كاع للمتتبع. المهم بقينا هكذاك. بقات كترغب وتزاوج قالت لي بغيت نهضر غنرد عليهم دوك الناس اللي كيهضروا غنوريهم شنو غادي نقول لهم. قنعتني بواحد الهضره وكترغب وتزاوج كتوجه لي الله. قلت لها نحلف قالت لك غير اسمح لي. لبست حويجاتها رقشتها لبست القميص وقادت راسها ومسائل مشات جلست هي وراجلها وهضروا وجلست معاهم حتى يطو. وانا راني داير اللايف في تيك توك هذيك تعطيني انا بوحدي. قلت لهم انا راه ما غنبانش معاكم سير.
هضرت وضحت لنا شنو وضحت لهم والله ما عرفت شنو قالت، ما تفرجت فيهم ما شفت الفيديو ما عرفتهم حتى شنو قالوا. الله يجعل بركه، جينا جلسنا عيطنا تجلسنا تعشينا تعشينا تنضحكوا ناضيين، ما تقول لهم شنو عشت بيتو. ما عسينا اخويا مراد، ما عسينا 10 ديال الصباح كنسمع الدقه السرسال سرسلوا علينا فواحد الصونيط، تسمع الدقه لقيت واحد مالين الدار فوق مني تا هما كيصوبوا شحال من هادوك الناس جاوا يصوبوا شي حاجه في دارهم. قلت انا نطلع عربي عيطت عليه قلت له تشوف ولدي كيدق على هذوك الناس، انا ود كيلقى نسابو. طلع قال لي براجل نسابي دخلوا مرحبا مرحبا سلمنا عليهم دخلوا. الناس ملي شفتهم داخلين ما عجبونيش في وجههم وقسم بالله اللي رفع السماوات الناس مزيرين ما عرفت، قلت انا يمكن مع الصيام ولا مع الطريق ولا لا شي حاجه واحده يكون فيهم صايم اليوم ما عرفت. جلس جلست مرته جلست بنته سلام بخير جيت خارج قالت لي طونا خرج جبنا ما نفطروا حنا عاد غنديروا فطورنا حنا مازال كنا ناعسين. انا جيت خارج وعيطت لي قال لي جات طيبه جي غير جلس جلس قلت لها بس غنخرج قال لي لا غير جلس حنا غنمشيو دابا والله ديك كيفاش غنمشي قال لي انا جيت غير ندي وصل نمشيو كيفاش ندي وصل علاش قال لي انت ما تروحش شويه كيفاش تروحش شويه مالنا حنا كنزدو على حدود قلت له خويا فلان مالنا شنو كنديرو حنا هاد البنت اللي غتهزها قال لي وهذيك النهاريات في اللايف كتقول لها انت مبكمه واش لبك عرفتي البكمه كتقال غير الحيوان قلت دابا انا مثلت عروسي هكا بالحيوان بعد الهضره هذيك كتقول قلت حشومه تكون فيك هاد الالفاظ فلان بلا ما تقول الاسم ديالو حشومه انك تقول هاد الهضره هادي حشومه عليك تقول هاد الهضره وانا هاد الهضره قلت راه كيقولها المغاربه كاملين مالك مبكم ولا مالك ما كتهضرش ولا كاين اخويا مراد هاد الهضره كتقال كاين انا سؤالي حنا القصه عارفينها سؤالي هو علاش وسؤالي ايضا وسؤال الجمهور المتتبع الكرام قال لك علاش هاد المشكله هذا خرجتوه لليوتيوب علاش ما حليتوش بيناتكم انا نخرجو ضروري حيت عندي جمهور انا وانا عندي لاشين في اليوتيوب انا متبع في اي لحظه علاش ان هاد البنت مشات وما هضرنا ما تكلمنا وكانوا بان لنا شي فخ هاد الناس هادو حنا عرفنا شنو جايين حنا بين عشيه وضحى صبحوا لنا الناس واقفين ديال البنت علاش خصنا نعرفوا علاش ومن قالت هما بانين واحد الفيلم ديالهم وتصبح فاتحه قناه وتعيط تقول عباد الله هما جراو عليا وداروا لي صنعوا لي وقلت لكم حتى طيب ما كنت قلت لنا شات الشيء المراه جريتو عليها ودرتو لنا وما قلتو لناش واخا شات الشيء هذا انا كنخبر المتبع ديالي بالزوينه وبالخايبه اوكي انا اللي تتحضر تنحطها انا ما يمكنليش وقع لي المشكل وغنغمضو نسترو انا اللي درتها تنحطها ما تنخليش انا ما نخليش المتبع ديالي يرفد علي الكذوب ويقول فلان كذب علينا جرى على مرت ولدو وعاد دابا حتى خرجت هي تخرج ديال القناه من الصباح حنا عندنا اعداء بزاف اللي يوقفوا معاها وصباح ديال القناه ولا كانت هي باغا فينا خدمه هي وعائلتها اذا ما داروا لنا هذا الشيء الا باغين فينا خدمه وجيبنا نهار العيد اخويا هذا راه عيد نهار الاول في رمضان يديرنا الضحى هذه حنا سمعوا شراو حنا مصدومين هذا راه عيب اصاحبي على الاقل ملي جيتي اجات سيطي وهي ديجا عيطت والديا في الليل وحنا ما عندنا اخبار في الليل قبل ما دير اللايف عيطت له ومرت خويا قالت لنا قالت لنا راه عيطت والديها ومن مشات اختي ناديه قالت له قالوا لها هي اللي عيطت لنا وملي عيطت لك الشريف وانت راجل بحالي بحالك نمشيو نجلسوا لا هي ما تيهضروش سي طيب اش واقع سي طيب ونضرب واحد الكوز داتاي ونضحكوا ونهضروا ونحطوا النقاط على الحروف سي طيب البنت عيطت لنا في الليل ياك لا بس اخو شنو واقع حنا كلشي كنقضيو الامر ديالنا ونفصلوا ونخيطوا بيناتنا كيفاش عيطت لكم علاش اخويا عيطت لي علاش عيطت فلانه ملي سولها راجلها قالت انا ما عيطتش وكتكذب على راجلها اللي نعس معاها وحدها في الفراش كتكذب عليه وهي سد التليفون هضرت وما قالتلوش هو ملي غيجي يقول لي خويا الطيب جلس سي الطيب راه اش كاين اش كاين البنت عيطت لي ياك لاباس خويا الطيب شنو واقع هذيك الساعه تنحطوا البنت قدامنا والولد قدامنا شنو واقع وقعت شي حاجه في اللي ما سمعناهاش وقعت شي حاجه اللي بيناتكم هذيك الساعات يا ودي العيب العار الا جا حط معايا الارض وصبت انايا من سواش متى لعيب العار ما تصطوش عليا بيديكم وبرجليكم ولكن هذا السيد هذا ما دخلش معايا في هذا الموضوع اول ما قلت قال لي غادي ندي بنتي هاكا كيديروا الناس هاكا كيديروا المغاربه لبناتهم دابا انت تجي عند بنتك وتهز تجي توقف لنسيبك في الدار وتقول له غادي ندي بنتي يعني هادشي هي كنلعبوا راه ما عندوش حق باش يهزها كاع انا ما بغيتش نوصل مع شي حوايج ان نوقع شي مسائل اللي هي كبيره قال لي غنديها قلت له ديها سيدي صافي خرجت شهدت عليه الجماعه وخليته داهم مشى ومن تالي
واخا واحد السؤال واحد اخر كيطرحوه الناس خويا الطيب وسمح لي الا طولت عليك شويه. قال لك واش انت تتدخل في الشؤون الخاصه ديال الابن ديالك والزوجه ديالو؟ واش كتدخل في امورهم الشخصيه؟ ما عنديش حق وماشي من المبادئ ديالي. كيفاش ندخل ما بين ولدي والزوجه ديالو؟ شنو نقول له؟ جاوبوني المتتبعين شنو نقول لولدي انا؟ شنو تدخل اللي غادي ندخل؟ قول لهم اش من تدخل اللي كندخل؟ يلا اش من تدخل اللي غندخل؟ واش غنجي نقول لولدي انا هجر مرتك ولا كيفاش غتهضر هادي؟ واش غنقول لولدي انا جري على مرتك؟ كيفاش بغيتي ندخل؟ كيفاش تندخل؟ انا كنجي كنلقى شي حاجه ما كتعجبنيش في الدار تنقول لي طو علاش هادشي هكا داير؟ ما هادشي معفون هكا ولا هكا؟ كتبقى لي طو سكت سكت صافي 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 انا غادي نصوبو انا غنديرو انا غنديرو. شوف ما عمري دخلت شؤونها كاع. ما كتحكمش فيهم، ما كتمارسش ديك السلطه ديال داك الشيخ مول الدار. اكيد شيخ واكيد اب ديال الاسره، ولكن كان يعني الا درت شي حاجه كنتكون عندي واحد السلطه في شي حوايج اللي كيهموني انا، اما اللي تيهمو عروستي وولدي وداري ما كتدخلهم لا شنو طيبو ولا عجنتي، ما كتعجبش حتى العجينه، تنخرج كنشري غير من السوق من العرس اللي هنا عجنته قلت اربع مرات ولا خمسه، هذا ما عجننا في الدار كامله تحسب عليهم كلهم من مرتي وبنتي وهي عاجني شي خمسه المرات هذه في اربع شهور ولا خمسه دابا ملي تزوجنا. تنجيب الخبز من السوق وهم الخبز هو كاين الان، كل نهار تنجيب 20 خبزه تقريبا عندي في النهار يوميا، ما كيعجنوناش، ما عمرها عجنت لي، ما عمرها طيبت لي، ما عمرها دارت لي حتى حاجه، ما كطيب لي، ما كتعجن لي، ما كتصب لي، ما كدير لي حتى شي حاجه من الامر هذا كله. هادشي كامل في الكاميرا كتشوفها واقفه، راه واقفه غير قدام الشاشه، ما كطيب ليش، ما كتعجن ليش، ما كتصب ليش، ما كدير لي حتى شي حاجه من هذا الامر كله. كلشي هزاه مريم بنتي، وهذا كيبقى تقليد على رقبتي تغدى امام الله وراه صايمين. كلشي هزاه بنتي وداكشي في خفاء، وتنقولوا شي بس ما كان، ما عندنا مشكل حنا في هادشي كامل. راه الا مشات غسلت تما عن ما كتكملوش، كيجيو يكملوهم عليها. هذا راه انا شوف راه يوم القيامه غنتحاسبوا على هادشي، وانا حسبي الله ونعم الوكيل. حنا شوف راه الا كنا ضريناها راه ربي فوق منا، والا كانوا ضرونا راه ربي فوق منا. اي واحد اي واحد فينا بخصوص الوهم، بخصوص الوهم، واش ما قدرتوش الظروف ديال الزوجه والظروف ديال الوهم ديالها؟ قدرنا سي مراد، ما كناش كنقول لا ديري لنا ولا فعلي لنا. ملي تنقول لك راه هي الطو كتنوض تخدم اصاحبي، انا الطو فاش طاحت كتغتر شي مرجله راه كانت كتصبني الطو، وهي راه دا هنا في هذا البيت هذا اللي انا قاعد فيه دابا، راني قاعد في بيتها دابا باش ما يسوس الساعه غندير الله يبليه. فهمتيني ولا؟ هي راكده ومرتي كتصبن وخارجه من الطواليت حاشاك كتعصر شنو كدير وتصطم هذاك الجفاف وتهود على ركبتها، راه شهر وهي هكاك، حتى درت لي انا الثلج على ركبتها هذيك اللي هبط لها ركبتها، راه بزاف ديال الناس اللي وريتها لهم وشافوها. انا مرتي عاد غتصبن نجيب العروسه والمراه تصبن لي. ها؟ ها؟ وعلاش جابت العروسه؟ جابت العروسه تخدم عليا اخويا، محبه في داري تصبن لي، انا شيخه، انا بحال الاب ديالها، كيما تصبن لباها تصبن لي حتى انا. ها؟ كيما كطيب لباها طيب لي حتى انا. كيما كتعجل لباها غتعجل لي حتى انا. واش كاين شي عروسه كتمشي للدار ديال حميتها وكتنعس كيفرشوا لها ويرقدوا؟ ومع ذلك حنا تنقولوا شي باس ما كان، شي باس ما كان، شي باس ما كان. فهمتي اخوتي؟ اما شي حوايج اللي جينا نقولوهم وراه غير تقلب الريع العام كامل، الريع العام نقلبوا، لكن حنا راه كاتمين داك الشيء وساترينو، ما تنبغيش نقولوا هاد الحوايج. بحالاش مثلا؟ بحالاش هاد الحوايج اللي يقلبوا الريع العام؟ ما داك الشيء كيبقى بيني وبين الله عز وجل. بخصوص الشروط، واش فعلا طلبات الشرط ديال انها ترجع بشرط ان تكون عندها دارها وانتم ما تجيوش عندها للدار؟ قالوا اختينا ديال الصديقه ديالها اللي مشوا عندهم. يعني صحيح؟ انا ما قالوليش هادشي اللي قالوا الله يعلم. يعني قالتها اختك وخديجه وما اللي وصل لكم هذه المعلومه؟ قالوا لك راه قالت لك خصها دارها بوحدها وشري لها التليفون. انا هادشي ما قالتوليش اختي انا، راه قالوها لي هي الطو، هي اللي قالتها لي وشرطت فينا حتى حنا. فهمتي؟ اها. ودياولهم تيقول قالوا لها، قالوا لاختي يمشي كري الدار وحنا نجيو نفرشوها له. اذا ملي غتفرشوا انتم الدار تفرشوا لي داركم، مش تفرشوا لنا حنايا. اذا انتم وليتوا كتفرشوا كتاتوا المنازل للنساء ماشي حشومه، ماشي حشومه. ديك النهار تعطينا وجوه، دابا عطينا وجه اخر.
وضحكين علينا وحنا تقنا وفي التالي لقينا راسنا طيحنا في جهنم ماشي حشومه. هكا كيديروا المغاربه، هكا كيديروا الناس الاصول. هذه المبادئ اللي غنربيو عليها اولادنا حنايا. هكا نجي عند بنتي وندخل عليها للدار ونقول لها جميع حوايجك يلا. هكا غنربيو الاجيال، هكا غنخليو بناتنا يولدوا، هكا غنخليو بناتنا يتهلاو في الوايتهم وفي شيخهم وفي عقوسهم. هكا هذه هي المبادئ اللي كتربوا عليها المغاربه. هكا ربونا والدينا، هكا تنترباو، هكا نوريو حنا هادشي فلاشين في اليوتيوب نبقاو نقولوا على الناس. هكا انت 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 مولاي الطيب، انت انت هادشي ما نخرجوش. شتي لكم ما خفتش ان تخرج وتلقوا دايرين عليا قناه وهما يضربوني يطعنوني من داري، والله ما نقول هادشي، ولكن سبقت المتبع ديالي ان باش نكون بجيب واضح قدامهم. كون كنت انت في بلاصه داك الاب وقع اليسرى نفس المشكل اللي وقع لبنتك مثلا مريم، واش كنتي غادي تجي دي ولا ما تجيش ديها؟ جاوبني بكل صراحه. ماقدرش اقسم الذي رفع السماوات وراسي محارم عليا ايما قدرت وصلت عندهم ما نجيش. والله ايما نجي في الظروف ديال ديك النهار، بالاخص ذاك النهار ديال الاول في رمضان، وانني نجي ونصبح عليك على الصباح في العشرة الصباح ونقول لها نضي جميع حوايجك. اعوذ بالله مش الراجل، وقسم بالله وخلقها مضروبه بحيث هكاك شفنا والدينا حتى حنا هكاك كانوا ربينا خوتنا هكاك. راه خوتنا حتى حنا جوجنا خوتنا. اختي كانت كتاكل العصا وكنقول لها جلسي في دارك، راه كبرت وليداتها. اختي راني نصيف تا غير مرات 15 عام لبجع غير من خلاك كتكسر غير مع دياولها. وكنقول لها جلسي حتى هنا قالت لي غننتحر الا خليتوني. صافي مشيت صافي وصلت للعظم صافي. شنو درتي؟ اما هذه واكله. شنو درتي؟ شنو درتي ملي قالت لك صافي غننتحر؟ شنو درتي؟ صافي قلت صافي جلسي في دار باك اختي صافي. ما تدخلتيش؟ ما كلش ما تدخل صافي. نخلي نضحي باختي ما نقدرش صافي. محت اختي على عرفتها صافي وصلت للعظم. شنو القرار الاخير اللي خديتو دابا السي الطيبي؟ القرار مازال ما خديتش القرار، ولكن ان شاء الله غادي ناخذو. مازال ما خديتش القرار ولكن غادي ناخذو ان شاء الله. حيت سمعنا بانكم تلجؤوا للقضاء ولا مازال مخلين شويه ديال الماء منين يدوز. بطبيعه الحال بطبيعه الحال غنلجأ للقضاء. وشكون اللي غينصفني من غير القضاء؟ القضاء هو بنا جميعا بالنسبه للقضاء. واخا قبل ما نختم معك، بالنسبه للقناه ملي كانت كتبان معكم في القناه كنتو كتعطيوها كدوروا معها شويه، كانت كتستافد شويه من الارباح القناه ولا والو؟ كل صراحه احنا ما عندنا حتى واحد عندنا ما كنعطيو الارباح ديالو هنا في الدار. احنا كلشي في الوسط، احنا ما كنخدموش داكشي بالاجره، كنديروا الاجر. فهمتي؟ احنا عندنا كناكلو كنشربو من داكشي اللي كيجينا من عند الله عز وجل، واكلين شاربين مكسيين مستوري الحمد لله. بالتالي حتى واحد ما داير له واحد المدخل. يعني المداخل ديال القناه بغيتي تقصد كتصرفوا بها في الدار؟ شي باش كنصرفوا ما خدمت واحد فينا. انا براسي راني مريض من ظهري، هذه من شهر 11 ما خدمت من ظهري، ما كان داير غير السلطه لظهري هي ما كنخدمش. باش كناكل بديت القناه نيت بالضبط بها كنصرفوا، بها كناكلوا، بها كنخلصوا الضوء، بها كنخلصوا الماء، كلشي هادشي خدمتناك. حيت الناس بغاو يطمئنوا على بزاف ديال الناس اللي كانوا عاشوا معاكم الفرحه ديال حفل الزفاف وديال الزواج ديال ولدك، يعني بزاف ديال الناس ما بغاوش النهايه تكون بحال هكا. داكشي علاش سولتك انا شنو القرار الاخير ديالك، واش كاين شي محاوله؟ حبيبي شوف، والله شوف، والله بيته في شان ويصبح في شان، حتى شي حاجه ماشي هذه نهايه العالم. هكا ديال الحياه مستمره، واحد فرحان وواحد قرحان، واحد عنده الفلوس وواحد فقير مسكين، واحد راه معمر الطبله، واحد ما لقيت الخبز واتي ياكلو. وهكا الحياه مستمره. يمكن اليوم تزوج وغدا الصباح مطلق، يمكن اليوم راك صحيح وغدا تصبح في السبيطار، اليوم غدا راك واقف وغدا يقولوا راه دفنوه فلان الله يرحمه. هكا ما بين عشاء وضحى، هكا الحياه. وما تدري نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس اين ارض تموت. احنا ما عرفنا من هنا الغدا اش غادي يوقع لنا في الحياه ديالنا. احنا ديك الليله كنا ناويين على هذا الانقلاب كاع اللي وقع علينا، ما ناويين عليه والو، لكن امر الله صدر. كلما ازددت ايمانا فازددت ابتلاء، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، ولكن كاين فيه شياطين اللي كيدخلوا. فهمتي حبيبي؟ كاين ايادي خفيه،
كاين اليد الخفيه اللي كيدخلوا عن بعد ولا على قرب، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل كل من كان فيها سبب. واخا نظرا لضيق الوقت نبغيك توجه لي رساله للاب ديال يسرى، شنو بغيت تقول ليه؟ اش نقول له؟ كنت يعني حطه في حضور رتبه كبيره صراحه، هي هادي كنت كنحسبو الاخ ديالي الكبير، وكنت كنقدسه وكنبوس له يدو، ياك هو تقريبا واخا اكثر مني كنبوس له يدو، ودخل عندي هنا وبسالو ديك النهار وبسالو، حيت كنبوسها لخويا، حيت كنحطه في حضور رتبه كبيره بحال الاب ديالي ولا بحال خويا الكبير، لكن ما استقليش. رسالتك اليسرى، رسالتك اليسرى اخيره. رسالتي هذيك راه كتبقى بحال بنتي، ما انا ما خديت منها حتى شي عيب، وما عمري خديت منها شي عيب صراحه، هي هذه كاين والله، لكن تبقى التقليد على العتيق ديالها وعلى الاب ديالها والعائله ديالها، واذا كنت انا السبب في هذا الشيء حتى انا حسبي الله ونعم الوكيل فيا، واذا كانوا ضرونا وكانوا داروا علينا اجتماع وشوش ندرسوا بيناتهم الله يعلم، ان بعض الظن اثم، حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد كان السبب في هذا الشيء هذا. شكرا خير طيب، الله يخطيك، شكرا على سعه الصدر ديالك وعلى الاجوبه ديالك، الله يخطيك، شكرا. رمضان مبارك. كل الجمهور اللي معك، رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. مع السلامه، مع السلامه، شكرا شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا الاسئله ديالكم اللي طرحتوا على السيد طيب. مجموعه من الامور اللي جاوب عليها، كنعتقد على انه يعني المشكل اصلا بسيط وبسيط جدا، ممكن انه يتحل. يعني ملي خدينا التصريح ديالو ولمسنا اولا عشنا معاهم ديك الحياه البسيطه اللي عايشين في الدار، كنعتقد على ان ما كاينش مشكل. كنعتقد على ان البنت كتمر بواحد الفتره ديال الوحم، انتقلت من واحد البيئه لواحد البيئه، أربع شهور ما كافياش من أجل الإدماج أو للإنسجام. كنعتقد على أن خص تعطي لراسها شوية الوقت، وأيضا أنا ضد المشاكل تنتشر في اليوتيوب، لكن المبرر ديال مولاي الطيب قال لك بأنه يعني دار واحد يعني واحد الحركة السباقية، واحد الحل السباقي خوفا من ان يوقع في شي فخ. هذا الشيء دابا قالوا له عقله، الله اعلم. كنتمنوا على ان الامور تصلح، لان بالي ما كاينش المشكل، كاينش المشكل، كاينش المشكل، صافي. البنت اعطيناها نصيحه، عرف الاول اعطيتها نصيحه، قلت ليها بانك كان خصك تناقشي الموضوع مع الزوج ديالك، داكشي اللي بغيتيه ناقشيه مع الزوج ديالك، في حاله ما اذا ما بغاش يعطيك داكشي اللي بغيتي الزوج ديالك غتنتقلي للاب الاسره الكبير الشيخ، شيخك الطيب تهضري معاه، ما خداليكش حقك، غتنتقلي للستاج الاخر كما كنقولوا هو باك، غتعيطي على باك تقول له جديني. منين تعيطي على باك في الاول هنا فين وقع المشكل، بحال راجلك حس براسو بانه تحقر، وشيخك حس براسو بانه تحقر، وانتي ما سمعتيش الكلام ديال الزوج ديالك وديال شيخك، واختاريتي انك تمشي عند الاب ديالك. طبعا من حقك، لان الاب راه انا براسي بنتي توقع في مشكل غنجي باش نقدها، ولكن منين جينا قلبنا لقينا بان مشاكل بسيطه جدا، يعني ماشي شي مشكل. مازال مثلا ممكن كان مولاي الطيب مثلا اولا ولده العربي كيضربك، وصلت القضيه للتعنيف والضرب، وهادي انا معاك، انا نعاونك باش تاخذ حقك بالقانون، ولكن ما كاين لا ضرب لا تعنيف لا والو. الاشغال ديال المنزل مساله طبيعيه، مادام انني عايش في واحد الدار وقمت بالاشغال المنزليه فراه مساله طبيعيه. انا براسي في داري راه عادي نغسل المواعن، نجمع فراشي، داكشي عادي جدا، ما كاينش المشكل. يعني ماشي كاينه اشغال شاقه مثلا، ماشي كنبنيو الفوقي ولا كنطلعوا السيما ولا كنبنيو المرطوب، كوزينة طيب هادي، جمع هادي، سيق هادي، غسل هادي، وليتي جزء من الأسرة، شيء طبيعي أنك تقومي بالأعمال المنزلية. كتوحمي عندك ظروف، فعلا حنا قدرنا الظروف ديالك، ولكن توحمي في دارك، ناقشي الموضوع مع الزوج ديالك، ناقشي الموضوع مع الأم ديال الزوج ديالك، نتوما عيالات بعضياتكم، قولي لها جي أمي الطورة كي هادشي راه ما عاجبنيش، وأنا راه باغا هادي وباغا هادي وباغا هادي،
فحال ما اذا ما نفذوش ليك اوامر ديالك ديك الساعه من حقك انك تنتفضي. وهذا الشيء كامل اللي كنقولوا مشاهدينا الكرام مجرد كلام، ولكن راه مازال حق الرد للطرف الثاني موضوع النقاش. حنا ما كرهناش يسرى او الاب ديالها حتى هو يتصل بينا او لا يخليو لنا رقم ديالهم حنا نتصلوا بهم باش نسمعوا حتى هما الروايه ديالهم في اطار راي وراي الاخر. حنا دابا راه مازال غير كنناقشوا الموضوع ماشي كموضوع شخصي، لا كنناقشوا الموضوع كموضوع عام في اطار كل ما هو اجتماعي وعنده علاقه بالاسر المغربيه. حنا كنوصيو الناس وكنوصيو العيالات على اساس انهم يصبروا مع رجالهم، هذه هي الرساله ديالنا. حنا ما مع هذا ما مع هذا، حنا ما مع هذا ما مع هذا. واخا طيب صديق ديالنا تا يسرى راه بحالها بحال بنتنا، يعني لا فرق لا بين ذلك ولا بين ذاك، جوجهم بحال بحال. ما نبغيوش يسرى تظلم، وما نبغيوش حتى الطيب يتظلم، وما نبغيوش حتى العربي يتظلم. العربي شناه في واحد المظهر كيبكي يلاه تزوج بين عشية وضحاها، كيفيق كيلقى الأب كيدق على الدار جاي يدي بنته، يعني راه فهمتيني الموضوع شوية شائك. نسمعوا من عند الرأي الآخر، نسمعوا من الأب حتى هو لما لا يعطينا الرواية ديالو شنو وقع علاش هذا الشيء علاش جا. لأن السؤال مطروح دابا اللي كنطرحوه حنا على الأب، ما عندناش رقم أمك وكل عندنا التليفون ديالو نعيطوا ليه نسولوه. أول سؤال نوجهه ليه هو علاش مشيتي جبتي بنتك؟ ديك الساعة هو غيجاوب ويقول لينا علاش. واحد النمرة من الصباح وهي كتعيط ياك ما يكون باها. ألو ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم أخ مراد. نعم لاله لاباس سيدي بخير غير كنقول الله يبارك فيك. عندك شي تدخل في هذا الموضوع تفضلي. ما عندكش الريزو كنسمعك. ها ما كنسمعوكش للاسف. كنسمعوكش للاسف. ما كانش يتصل بينا شي واحد من عائلتها الصراحه، الام ديالها او الاب ديالها او لا او لا هي كاع علاش لا تصل بينا نسمعوا رايها في هذا الموضوع في اطار راي والراي الاخر طبعا. فهمتوني مشاهدينا الكرام؟ اذا كان هذا هو الموضوع ديالنا. شوف واحد المكالمة اخرى. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنتسناو شي واحد من العائلة ديال يسرى عيط لينا الصراحة. مرحبا مقطع ما كاين حتى مشكل. لا لا اعطينا رايك في هذا الموضوع يلا. غنعطيك واحد خمسة النقاط. تفضلي. النقطة الأولى الخطأ اللي دار أنهم خرجوا المشكل للعلن، لأن أسرار الزوج والزوجة لا يعلمها إلا الله، هذه الأولى. صحيح. ثانيا كيف قلت ثم ولدي مراد القاضي يسمع من طرفين. ثالثا ربما كتبغي حقها من القناة، ولا قال السيد طيبي بأن هذيك القناة كناكلوا منها كاملين في الشرع. الزوجة من اللي كتخدم راه ما مفروضش عليها تعاون الراجل إلا برضاها، وإلا طلبت حقها من القناة كتليفون ما فيها بأس. هذه أولا. ثالثا ما كنعرفوش السن ديال البنت، لكن 18 عام ولا 19 عام البنت قبل ما يخطب الولد يعرف واش كانت كتشقى في دارهم، حيت كاين بعض المرات البنت كتكون في دارهم عيانه في الشقه، يعني اللي قدت عليه ديرو اللي ما قدتش عليه، ولكن ملي كتزوج راه كيولي مفروض عليها تصيق وتجفف وتغسل وتصبن، لانها ولو سكنت بوحدها راه نفس الشيء يعني. وبكري كانوا العقيزات كيعلموا عيالات الاولاد كيفاش يشقاو، يعني السيد طيب ملي هضر دابا قال لك خدمتها ما زويناش بنتي كتبقى احسن منها، راه هذا عمر الواحد ما يقارن واحد امام الاخر، هذه اولا. وثانيا السيد طيبي كيدخل في هو طيب واسمه على مسمى، ولكن ما كانش عليه يبين ديك الملاحظه بانه غير راضي على الشقه ديالها على شغل الدار، لان هذا توا كيجرح
النقطة الخامسة. النقطة الخامسة بغيت نقول لك ملي ولا المشكل كيخرج للعلن راه كيكبر. كيكبر صحيح. كيولي صعيب تسيطر عليه. هاد ملي كيكبر ما يقولش سي طيبي أنا خفت لا تعود دير قناة. لا. هذيك مشاكل شخصية بيناتكم. ديما الضغط كيكون على واحد الجهة كيكونوا جوج ملاقين والضغط على جهة وجهة كتكون صبارة. الزوج غالبا كبر من البنت ولو يكون عب شهر يتحملها وأكثر كتوحم. والسيد طيبير خف النفس راه ماشي حيت مراتك حادقة وبنتك حادقة غتلقى تبنات الناس حادقين. راه شحال من بنت يلاه علمتها العجوزة. وأنا راه كنعتبر أمي نعيمة عبرة ملي كتكون كتهضر في اللايف وكتعطينا أمثال وأمثال كتقول لك كتقول لي العدوزة كيفاش تعجنيها كيفاش ديري تتعلمت. غير الخطأ اللي بغيت نقول ليه ما تقارنش. راك قلتي واحد الكلمة قلتي بأن أختي ملي قالت لي غنتحر جبتها وهذيك ملي قالت لبهت أنا غنتحر داها. يعني توما بجوج معدورين. الخيبة اللي غنوجه للبنت إلا كان عندك مشكل في دارك مع عمرك تخرجي لوالديك جلسي وكوني يكون عندك شخصية قوية ولا يكون عندك 10 سنين في عمرك واجهي المشكل لما لقيتيش حل خرجي. هادشي اللي بغيت نقوله ولدي وشكرا. شكرا لك لالا مع السلامة. شكرا جزيلا. نستقبلوا آخر مكالمة. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا سيدي. يا مراد تحياتي اخويا. تحية متبادلة لكل كل المتابعين والله يتقبل منا الصيام لنا وليكم كل المسلمين ان شاء الله. امين يا رب. مشرفنا بالاسم اخويا يونس من فاس. يونس مشرفين اخويا يونس تفضل. الله يحفظك اخي. اخويا انا بغيت عندي واحد تساؤل بغيت نطرحه عليك على المتابعين وعلى السيد الطيب. علاش بالضبط هذا المشكل كان بإمكانه زعما يتحل بيناتهم في العائلة علاش خرج اليوتيوب؟ طرحنا على السيد طيب. لا رجعتي شوية للحلقة غتلقى الجواب. ربما كنت تندخل النمرة ديالك داكشي فاش هرب لي ما راني متبع الحلقة ديالك ملي اتصل بك. وهذه طرحنا عليه. لا رجعتي شوية وبديتي الحلقة راه غادي تلقى الجواب أخي يونس. نعم اخويا. وتنتمنى من الله بانه كي قال له يدخلوا العائله بيناتهم ويدخلوا الناس. هذه مشاكل بسيطه ما زعما ماشي شي حاجه. راه بنادم كل شيء تيتغير وكل شيء تيتخاصم. البنت باقا العروسه جديده باقا هذه يديروا منين يدوز الماء كي قلت نقولوا حنايا يديروا منين يدوز من هذيك الكلام اللي تيبقى شي تيجر من هنا وشي يجر من هنا ما يوصل بنادم حتى شي نتيجه. لا خلاف ان دابا كاين اللحام وكاين الحمل اي يمكن يكونوا اطفال من بعد في المستقبل ويرجع بنادم مشرد طفل هو بعيد على باه هو بعيد على امه. نتمنوا من الله دابا العواشر ورمضان بان يدخلوا الناس. وتسيد طيب راه واحد الانسان اللي طيب راه من كلامه راه انسان زعما ماشي شي واحد اللي نقولوا قبيح ولا خاشين في كلامه ولا هذه. حتى هو شي شويه هكا ويدخلوا الناس الكبار بيناتهم ورمضان هذا هادشي ما تنتمناو اخي. انا بالنسبه لي هذا هو المداخله ديالي. شكرا خويا. زعما ما نبغيوش ان يكبر المشكل لان دابا القنوات كلشي تيقلب على المواضيع فاش يهضر. دابا هما رجعوا حتى الطرف الاخر دايرين محتوى ويبقاو يتكلموا عليهم وترجع التشهير انا والله ما كنعرف الزوجه ديال الابن ديالو ولا هادي واخا متابع لك وهادي زعما ما اول مره تنسمعها. شتكم النهار اللي مشيتي للعرس ديالها انت وام نعيمه وهذه. ولكن زعما الصراحه بغينا ان يبقى هاد المشاكل تبقى في العائله بيناتهم. ما انا تيظهر لي بان هذا هي مساله الوحم ومشاكل عائليه راه بامكانها تحل في اقرب وقت. ونتمنى لهم ربي يجمع الشمل ويهدل النفوس ورمضان كريم ليك ولكل العائله ديالك
الله يخليك الميمه وان شاء الله فراسك الله يسمعنا عليكم. الله يحفظك خويا يونس. تحياتي لكم كاملين. تحياتي الحبيب، شكرا جزيلا على المداخله الطيبه ديالك. نفس الشيء مشاهدينا الكرام، نصيحتي لكم، نصيحتي للزوجات، هو اننا نتكلموا، نتحاوروا، نجلسوا. لا عندي شي حاجه في قلبي نقولها، ما نبقاش ساكت، ما نبقاش ساكته، نعبر، نتحاور، لان في الحوار كيتطرح المشكل، وملي كيتطرح المشكل كنلقاو ليه الحل. لكن اذا غاب الحوار وعم الصمت، كيفاش نعرف انا بان هناك مشكل؟ هنا كنوقعوا في الضغط، والضغط من بعد يولد الانفجار. لهذا اوصيكم نتحاوروا، نقولوا. في الحاله ديال يسرى، يسرى ما كانتش كدوي، ما كتهضرش، كتبقى ساكته. لا يا يسرى، قولي، تكلمي، عبري، قولي ما عجبانيش هادي، ما عجبنيش هذا. جلسي معاهم في الطبلة، تحاوروا. لا، حتى في حالة ما إذا بغات تاخذي مثلا واحد النصيب من الأرباح ديال اليوتيوب، بما أنك طرف أولا كتباني معاهم في القناة، قوليها، قولي لهم شوفوا غتعطيوني النصيب ديالي. باغا تليفون، قول لهم شوفوا أنا باغا تليفون، شريوا لي تليفون غدا، بغيت أنا تليفون باش نهضر مع بابا ونهضر مع ماما وباش نقضي به شغالاتي. ماشي يبقى ساكت، بق تيتخلق المشكل. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية وهي أن مشاكلنا فعلا ما خصناش نشروها في اليوتيوب، ما خصناش نشروها في اليوتيوب. الجواب ديال السي الطيبي قال لك انا عندي قناه وعندي متتبعين، خصني نخبرهم بكل شيء. فعلا خصك تخبرهم بكل شيء، لان عندك قناه وعندك متتبعين. لانه قال بان هي غدا تخرج في شي قناه اخرى ولا دير قناه اخرى وتخرج هي المشكل، يصدقوا هما اللي ظالمين. كاين خطا، الخطا اللي كاين شناهو؟ الخطا اللي كاين هو اننا ما كنتحاوروش. علاش اصلا غيقول لي المشكل؟ علاش يخرج المشكل؟ رحنا كاملين العائلات عايشين في مشاكل، ولكن كنتحاور. اجي مالك مقلقه؟ ودرتي لي وفعلتي لي انا ولكن انا داكشي درته عن غير قصد، ودرتي وفعلتي. هنا كيكون نقاش، ملي كيكون نقاش كيتطرح المشكل، وملي كيتطرح المشكل كنلقاو ليه الحل. فانا اعتقد على ان المشكل صغير، كنتمنى على انه يتحل في الساعات القليله القادمه. لما لا غدا لقاو بان يسرى رجعت لدارهم؟ البنت مازال صغيره، كتوحم، دارت غلط، فعلا دارت غلط. الغلط اللي دارت وهي انها ما عبراتش، لم تتكلم، لم تتحدث. شي حاجه ضراني خويا، هذا الشيء راه ما عجبنيش. راه كاع تبارك الله انتم كتشوفوا كل شيء، راه باين كاين العيالات وكاين العروسات وكذا، والله ما تفاك. الله يمتفك بالله، شي حاجه ما عجباش تقول خويا هادشي ما عجبنيش. كنتوحم، بغيت اللحم تجيب لها اللحم، بغيت التمر تجيب لها التمر، بغيت الحنه تجيب لها الحنه، بغيت كل واحد. علاش كتوحم؟ كاين اللي كتوحم على الفاخر كاع، جيب لي الفاخر. وديك الساعه الا ما لباش ليك الطلبات ديالك، من حقك انك تنتفضي وتخرجي وتعبري. حنا كنوصلوا للمشاكل حتى ما كنلقاوش الحلول، اما بحال هذوك مشاكل بسيطه كان خصنا نحلوها غير في الخاص بلا ما نخرجوا اليوتيوب. السي الطيبي الله يعمرها دار، هذه حقيقه ما غاديش نناقشوها. ولدو العربي الله يعمرها دار، اميتو الله يعمرها دار، بنت ام مريم الله يعمرها دار، ديك يسرى ايضا الله يعمرها دار، الاب ديالها الله يعمرها دار، الام ديالها الله يعمرها دار. اذا ما كاينش المشكل، جلسة وحدة، محاولة وحدة، مبادرة وحدة، يتفك المشكل. وكما قلت لي كاين بزاف ديال الناس عاشوا معاكم الأجواء والاحتفال ديال العرس، وعشنا معاكم البداية ديال داك الزواج، فالنهاية ما بغيناش تكون بحال هكا، بغيناش تكون النهاية زويونة،
وهذا المشكل ما يتعاودش يتكرر مرة أخرى. مشاهدينا الكرام كنعتذر على الإطالة، نساجمت أنا بقيت غير كندوي، آسف لأنني ما نقدر نستقبل دابا حتى شي اتصال، الوقت سالة تعطلنا، أماني الدار كيصونيو عليا خصني نمشي للدار، ما سخيتش بكم. نتلقى معكم إن شاء الله في مناسبة أخرى. شكرا على التعليق ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم، على الحب ديالكم، دعيو الدعوة ديال الغائب مستجابة، دعوا مع هاد الناس أن الله سبحانه وتعالى ينزل في قلبهم السكينة والرحمة ويكون الصلح ما بين العائلة وترجع يسرى لدارها في أقرب وقت. مشاهدينا الكرام دمتم في رعاية الله، تصبحون على خير، رمضان كريم، وإلى اللقاء، السلام عليكم.